نحن خرجنا لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن دفاعا عنه، ونحن أرواحنا وأعراضنا ودمائنا وكل شيء ما نملك في الأرض نحن في دافع رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلموا بأن البحر لا يضره نقيق الضفادع، واعلموا بأن الشجرة المثمرة هي التي تلقى بالحجارة. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا رسوله ينصركم، فانصروا محمدا صلى الله عليه وسلم. نبيك رسول الله، نبيك رسول الله. جريدة سوريتنا، جريدة سوريتنا عم تكتب انه كلنا شارلي، ونحن بنرفض هذا الشيء تماما. شارلي هو اللي اساء لرسولنا. سيتم نشرها في حلب المحرره، سيتم نشرها في حلب المحرره. ارجو ان نلجا الى القضاء، ان نلجا الى المظاهرات، ان نلجا الى الاعلام لنوقف هذه الجريده في حلب المحرره. نحن ارواحنا ودماءنا في سبيل الله ورسول الله. تماما. اقرأوا الفضائح على جريده سوريتنا ل20 تضامن مع شارلي إبدو. كلنا شارلي، هذا اللي أساء إلى الرسول. طلعوا، احنا كلنا رسول الله. شارلي إبدو، جريدة سوريتنا، شارلي إبدو، لأن القلم سيكون دائما أعلى من البرابرة، لأن الحرية هي حق كوني، لأنكم تدعموننا. نحن شارلي سنصدر لكم مجلتكم يوم الأربعاء القادم على جريدة سورية، على مجلة سورية، مجلة سورية. جريدة أو مجلة سوريتنا نشرت تضامن مع جريدة شارلي إيبدو التي تم نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها. نحن نستنكر هذا الفعل لأن سوريتنا نعتبرها جريدة معارضة، لكن الآن سنوقف نشر هذه الجريدة في حلب المحررة بالكامل إن شاء الله. المظاهرة اليوم قرر النشطاء في مدينة حلب أنه يخرجوا في يوم غضب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما أعلنت الجريدة الفرنسية باعتزامها نشر 3 ملايين نسخة من الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام بكل لغات العالم.